أهلا وسهلا في برج الجدي. برج الجدي العنيد، عنيد كثير برج الجدي، لكن على حق، لأنه مستقيم، بحب يكون اللي حواليه مستقيمين كمان. شخص عنيد جدا جدا في الحق، يعني لو كان مش هو طرف في المشكلة، لو كان في صديق لإله في مشكلة وكان معاه الحق، بحب يعني هو بيوقف ضد الشر أو لتحقيق الحق، بيحب حتى لو كان يعرض حاله للخطر، فهو بيحب إنه دائما الحق هو اللي يفوز، والاستقامة والعدالة تاخذ مجراها في جميع المجالات. وهذا الاشي متعبه كتير لبرج الجدي، خاصة الشباب. شاب برج الجدي كتير بده الامور تكون 100%، ما في هيك في الحياة يا جماعة الخير. في 80%، في 70% ممكن يتحقق من الاشي اللي احنا بدنا اياه، لكن 100% شيء مستحيل. يعني خذوها من حدا مجرب، ما 80% حلوين، 90% حلوين، فإحنا ليش عم نركض ورا 100% ونكون كتير طماعين؟ برج الجدي 3 أشهر كتير حلوين، كتير رائعين. على فكرة الفترة الجاي كلها لنهاية السنة، يعني بالنسبة لبرج الجدي يا جماعة، مش بس 3 أشهر، ال6 أشهر أو ال5 أشهر الجايين رائعين. في قبل فترة كان في خوف كبير، مخاوف كبيرة عند برج الجدي، لكنه حقق انتصار، أو خلينا نحكي نصف انتصار، واللي حيكمله بالأشهر الجاية. كان في عنده بالشغل شبه مؤامرة، أكثر من شخص، كان في غدر، كان في خيانة بالشغل من شريك في الشغل، أو خلينا نحكي مجموعة، هو مش شخص واحد على فكرة، أكثر من شخص، عفوا. فبنلاقيه لبرج الجدي إنه تحمل كتير كتير، وهاي من صفاته الحلوة الرائعة. برج الجدي إنه بتحمل كتير، بتحمل كتير في سبيل انه هدفه بالاخير يتحقق. مش من الناس المتسرعين اللي بدهم، او متهورين، او لا، هو ثابت جدا على ارض ثابتة، بحب يكون طول الوقت. لما يختار شريكه بده يكون هذا الشريك 100% ممتاز. صفاته متممة لبرج الجدي، وهذا اشي يعني which is good، بس مش دايما هذا الاشي بتحقق معانا. فلما ما يتحقق اللي احنا بدنا اياه، او يتحقق اقل من اللي احنا بدنا اياه، ما نزعل، ما ننكد على حالنا. برج الجدي بحب ينكد على حاله طول الوقت، دايما بتطلع على الاشياء اللي خسرها، ما بتطلع على الاشياء اللي كسبها. فكانوا مش سيئين، لكن خلينا نحكي ضغوطات كبيرة كانت عليه من كل النواحي، من ناحية العائلة، من ناحية الصحة، كان يضغط على حاله كتير كتير، وما كان يهتم أبدا في الصحة. من ناحية العاطفة كان في غدر من الطرف الثاني، غدر كتير واضح، لكن هو بلش يتجاوز هاي الأمور من شهر فبراير، أو حتى من شهر واحد، هو بلش يتجاوز هذا الموضوع، بلش يتعاطى مع الناس مثل ما هم بتعاطوا معاه، مش زي ما هو حابب إنه يتعاطى. هذا الإشي كتير منيح، إنه إحنا يعني نتعامل مع الناس زي ما بيعاملونا، ما نعطيهم أكبر من قيمتهم. أنت قيمتك 4، أنا بعطيك 4، ما بعطيك 10. فالأفضل والأحسن لبرج الجدي الرائعة جدا. كنت متنكد أول الأشهر، مع إنك عارف إنه الفرص من كل النواحي عم تجيك، لكنك كنت مش راضي كمان، لأنك بدك إياها 100% اللي قلنا عنها.
في كان ما بعرف في كتير علاقات عاطفية مبينة عندي. برج الجدي كان في عنده خيارات كتير، بس للأسف هاي الخيارات تقلصت، يعني كانوا ما بعرف خلينا نحكي كانوا 5 صاروا 4 صاروا 3، مع الوقت عم بيقلوا، بس هذا الاشي لصالحك لأن الشخص الأخير هو نصك الثاني، هو اللي انت حتكمل معه. لكن برج الجدي بتأخر كتير بالزواج. للعزاب أنا بقولكم إذا كان الشخص اللي قدامكم فيه 60% 70% من اللي أنا بدي إياه، اتس أوكي خلاص، يعني أنا بكمل في هذا الموضوع. هدول 80% بصيروا 90%، بصيروا 100% مع الوقت، بس مش أعمل إكس على الشخص خلاص أنا ما بدي أكمل معاك. ما أشطر برج الجدي في يعني إنه يكنسل الأشخاص من حياته، ليش؟ لازم يعطي فرصة للشخص، كمان هو مثل ما أنت بدك وقت عشان تدرسه هو كمان بده يدرسك، فأنت ما تعطي أبدا لا أوكي ولا مش أوكي لحديت ما تدرس الشخص وتوافق على انك تكمل مع بقية طريقك، يعني انه يكون رفيقك في الحياة. شهر خلينا نحكي شهر من شهر 7 لشهر 9 حيكون في يعني حيكون في قرار مصيري، حيكون في زواج، لكن زواج يعني هو تغيير، تغيير في العمل والزواج، وكأنه انت راح اذا انت كنت بنت حتتزوجي شخص وتسافري لعنده او العكس ما بعرف، بس في يعني اختلاف بالمنطقة مع الزواج، يعني الزواج ما راح يكون في نفس المكان، راح تكون بلد اجنبية او بالبلد الثانية اللي عم بيشتغل فيها الطرف الاخر او انت عم تشتغل فيها. لذلك بدك تكون كتير جاهز للتغييرات الكبيرة اللي حتصير في حياتك، لكن كلياتها اللي مبين قدامي انها خيارات حلوة، راح يكون في سعادة كبيرة بالطريق. يمكن يكون نهاية شهر 12 عندك خلص تكون تزوجت والله أعلم، راح تبلش تقرب الأولاد والأمور، يعني الأحلام راح تحس إنها بسرعة بسرعة عم تتطور وعم بتحقق حلم، بدك تحقق الحلم الثاني الحلم الثالث، يعني إنه الأمور كتير يعني تمام هاي الفترة والفترة الجاي، رغما عن إنه الفترة الماضية كان في كتير ألم وغدر، لكن هدول الأشخاص أخذوا جزاهم. ما عم بحكي إنه رح ياخذوا جزاهم، هم يعني أعتقد إنه هم أخذوا جزاءهم خلاص، إن كنت أنت تعرف أو ما تعرف، هم لاقوا اللي يعني العقاب تبعهم، وأنت طاير نحو أحلامك وتفكيرك إيجابي بالفترة الجاي، وهذا الإشي راح كتير يأثر عليك. في سعادة كبيرة بالطريق لإلك، في تغيير، هذا التغيير انت شاكك انه مش تمام، او انا مش حابب اغير، او هذا التغيير اجى غصب عني، ما بعرف بالمكان بالسكن بمكان الشغل، لكن هذا الاشي راح يكون هو مفتاح الخير بالنسبة لإلك، فما تتسرع الحكم بالامور يا برج الجدي، وخفف من العناد شوي وخفف تقول، يعني ما تكون تقيل كتير على الطرف الثاني، شوي اتنازل شوي صغيرة بس عشان تتعرف على العالم اللي من حواليك، انت عم بتكون صارم كتير معاهم، واحيانا عم تظلم، لا مش تظلم اشخاص، لكن عم تكون كتير ديستريكت معاهم، فبدك شوي تتأنى في الحكم على الأشخاص. وكتير مبسوطة بهالقراءة اللي بتجنن لبرج الجدي، وقلت لك لألكم.